أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مع الدرس 13 من دروس فقه الأسرة، ولا يزال حديثنا يبين وينصرف لبيان الحقوق والواجبات الزوجية. مثلا وقيت درس 13 لدروس فقه الأسرة، نذكر باختصار واش درنا في الدرس السابق. لو تيتر، العنوان او المحور، الواجبات والحقوق الزوجيه، لي زوبليغاسيون، الواجبات اكذ لي دروا، يعني الحقوق. ومقام استقبالي تاعي نتورا ازرفان، ازرفان برغاز نغطمطوس نغورغاز او تمطوس. ندايت مثلا الف، الواجبات والحقوق المشتركه. نرنا با، نكشم ذي با حقوق الزوجه، نشم ذي لي دروان تمطوط. بون مادام ولا شي تيارنا زيورك، معليش من بعد نسكري مالنا ان شاء الله ذي نقولها، غاتنكفو الدرس بواساكي ان شاء الله. الحقوق تمطوط سعى مجموعه حقوق، اهمها اولا حقها الكامل في المهر، في الصدق. تمطوط الحق مزوانوي ساعة سعى الحق باشا تاويلا دوطينس كاملة في النكمال. ما إلا يموت ورقازيس أبري العقد، أبري لاك دو مارياج، غاس قبل ثمغرة، نغ ما يموت أبري ثمغرة، يعني بعد الدخول. ذاكيني سعى الحق كامل، ما يموت بعد العقد وقبل الدخول، أبري لاكت وقبل ثمغرة، نغ أبرين الدخول بعد ثمغرة فرياس طلاق بائن، نغ يموت ذاكي سالح قد تساوي له مهر كامل. نغوند مثل ميلا المهر المتفق عليه 10 ملايين، تاخذو كامل التاوي كامل إفكايس الشرع وكذا مزول. ميلا جوست أبري لاكت دو مارياج أمثورة مالوريزمو يضر الشياكي، أذغر الفاتحة كلك جورا باري أذ مخلفنا سيني فريغا أذ غاف الرويس الفيلس ذاقيني ما يفريس أبري العقد قفل ثام غرانا قبل الدخول سعى نصف المهر بنص القرآن، سعى نصف المهر، يعني ما يلمس فهم ثامامث 10 مليون أتساوي 5 مليون، هكذا شرع سيبو. ثانيا الحق ويسين تمطوس واجب النفقة، المعنى يس لازم زوجها ينفق عليها بالمعروف، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ذاك العلماء نند الرجل ينفق على مرته ويفقى معيارين، المعيار الشرعي والعرفي، الشرعي والعرفي لدو معنتها لانت دو روبير، الشرع ربنا دعا على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ذي الواجب فرقاز اذ ينفق في ثمطوثيس على حسب تزمرثيس سجد معنى الله، صافي الشرع دوا. والعرف، العرف هو الذي يضبط مسألة الإنفاق. جماعة الخير، المرأة في البشرة والمرأة في المدينة يختلف، تختلف النفقة ولا لا؟ لا تختلف. ثم توصي الدرس لو ستريكت مينيموم، الحد الادنى. وانا راني غاون زيك الزرام زيك مسكين ثم غاثي شو الطلب يرنا تيربو الله يباركه، ات القضاء زمور وات الزدم وات خدم تا فلاح وات ربي الدريه بالك يوند كاع بوضيس يوند كاع روريس يونات الزغور هكا ستفافوس، لكن الوقت نزيك الله يبارك فيها تربي القوه النيه ماشي هيوث وكني لي دروايم ساكتيني يوسن تقندور فوق سكواس سورتو ذي الشتوى يوسن تصباط، يعني اقصد ايوا الصباط ديال ماشي يوث اسيدي لا هذاك السكواس هذا ما كان حاجه قليله جدا. إثورة ذا غير ثدر ثاك تمذيت مخلف سي بور سا المساله قايت مثلا محكومه بالشرع والعرف، سي بور سا العلماء باتفاق ان كما يظهر الخلاف يرقى تمطوط هذا مقلنا عرف، هذا مقلن الشريعه وهذا مقلن لي تراديسيون، هذا مقلن اعراف، خاطر ما الا رقاص مطوطي ثم زينت حضاره وسمشلنا وكني ساعه خلاف
العرف تأخذ من اعتبار خطر كيني أمشن كيني يكا الفلان تقاكا أين أي غنكيني محقورة غنكيني كذا غنكيني كذا خطر إذا لا رفيرانس إلا المثيلات اللي تقيس نفسها بهن سيبوس العلماء مغفلوش على هذه يقول لك زوج معايير المعيار الشرعي والمعيار العرفي بون ولكن نفقة الآية ثناد وعلى المولود له وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولكن متى تفقد المرأة حقها في النفقة بالمرس وهل حقيس إذا كانت ناشزة النشوز ذا شو المعنى النشوز معناه التمرد على أوامر الزوج الشرعية أتفغفري ورقزيس أتفغفري أورس تغوال أورس تضوع على القزيس أتروح الصباح ودتوغ على خمس أيام ست أيام الحاصل يعني تخدم الرايس ذاقين ثغلين نفقين خطر الشرع إلي لوجيك باش هذي سقمو خام إما إلا ماذا النفقة كتيني شقايد الماندا الزمرة كتيني بان تقلق خام بابا شقايد الماندا من بعد أقول شاي تيني بواقري ولتما أقري ذيهني سوق راسة شقايد كان الماندا من بعد كيرك جورا براي أقري في الجزائر سايغ عن سيمينير عن كولوك سايغ كيرك فيزيت لا يلمه رسول الله خطر تيقى من تكازي قزوم تيقى لقدران هناك فتاوى جاتني شخصيا يعني فتاوى من هذا النوع مرة واحد قال لي والله غير صباح تخرج والله ما علي وين تروح يا وزاري غندا إنك دي فوا أي دي شتا ورقت بون كي نقل كان فلانية دو غلغ ذايا باش تشاوروا يا حاصرة ثناك ثورة ليبرتي دافام سورتو مع أفويا قلنا الحريات ألو رطاسيها إخام نجهدن بسبب النشوز ألو شرع ربط بين الإنفاق وبين الطاعة كما سنشرحه بعد حين وقيت مثلا الحقوي السين تمطوث الحقوي السين ثانيا الحقوي الثلاثة ذا شوث عدم الظلم عدم الظلم يعني تسعى الحق باش تطلع مغارك شيني تسعى الحق شينا يرقز وساد دايرة في الباطل ما تظلمنيش متفاهمين دو بوان ثورة ألف صور الظلم ما هي صور الظلم ألف الصورة الأولى الضرار والتعدي ألف صافي الند ثالثا عدم الظلم ألف الضرار والتعدي منين جبنا هذه النقطة من الآية القرآنية ربي قال لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا آية قرآنية لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا معناه وري لا قرست في طمطوثيك يا هكا ذوك خام سبيسيالمون باش تضر ثلاث مطوثيك اللي كيقال لي معلقه فلا ولا تذروها كالمعلقه في ايه اخرى ولا تذروها كالمعلقه ثلاث مطوث مسكينت تعلق وردفان سامطوث يسعى لي دروا يسعى لمكانيس وردفان سفرا قالت عندك خام بافاس تتعلق يتاع ديفلس الفاطل يتاع ديفلس الزور يتاع ديفلس كذا وكذا الحقوق ولاش إلى آخره أنشتاقي حرام في الشريعة الإسلامية خطر بينات لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وآية أخرى ولا تذروها كالمعلقة وتجثر ثلاوين ون أذتوالقنت صفي ألف الضرار والتعدي هذا ممنوع إما يكون بهذا الشكل إما عن طريق التجريح التجريح بالقول أو الضرب المبرح التجريح بالقول ذا عاير مثلا أسيني ديجا كيت زوجت كنت يا ديجا تنازلت بزاف أنا كنت فوق نزلت هذا تجريح ولا ماشي تجريح تجريح نغل كونترير نتسات وإن كلمة دولة بغض ورصة كذلك ما إلا مثلا ستغران توري غرارة أسين تخذيت كنت ما قريت والو أنا عندي شهادة أنا التجريح لا يجوز شرعا نغ التعيير ممكن المرأة هذه تمرض كانت صحيحة بعدين مرضت يعايرها أعاير ذريث أعاير واحد يعاير زوجته ما هوش مليح ما هوش مليح وهضر عليها هضروا على الفقهاء
قال لك التعيير ماهوش مليح، ولا ممكن هي تنتمي الى مركز اجتماعي ضعيف وهو مركز اجتماعي عالي. يعني نتسات لا بتي فامي تمشي تحت كنكه انت راه غروند فامي معروفه ذا غاتي تبين غاسي جرح سوا وال سوا. وقارن القبايل ماشي كنقارن الجرح قازي حلو يروال يقازر منه. طيب اذا اجمعت الخير اعاير هذا ماهوش مليح، متفاهمين؟ الف وجي الف تجر في الذره والتعدي، عدم استعمال العنف، العنف واحد يضربها. اذا كون يهضر ربي الشرع، كي نقول الشرع معنا القران والسنه، وسنه النبي صلى الله عليه وسلم بينت باللي واحد ما يستعملش السلاح الابيض بلا عصا بلا حجر نغ يوصلها للسبيطر الى اخره. حتى في القوانين الدنيا كامل يقول لك اذا كان الراجل ضرب مرته وجاب سيرتيفيكا ميديكال فيها كذا نهار تروح لا جوستيس القاضي طلقها بالسيف عليه. ما تبغى في الروم القاضي يعطي لها الطلاق بالسيف عليه. في الكود نتاعنا الارتيكل 53 الماده 53 قانون الاسره الجزائري تكلم على هذه فقره من الفقرات نتاعو، خاصة الفقرة السادسة تقول كل ضرر معتبر شرعا. هكا تقول الفقرة السادسة من المادة 53 تقول كل ضرر معتبر شرعا ولا سيما إذا نجم على مخالفة المادتين الثامنة وسبعة وثلاثين. هذا رئيس مثلا يكون مسلم كامل ذي ألف الضرر والتعدي. تلقي الصورة الأولى الظلم، الصورة الثانية الظهار. ما معنى الظهار؟ تلقي عادة جاهلية الظهار دو بوان عادة جاهلية يقول فيها أولئك لأزواجهم يعني لزوجاتهم كيف كيف يقول أنت علي كظهر أمي، معنى أنت محرمة علي كما حرمت علي أمي. تجدوا ثلاثة زيه جاهلية جاهلية ألور معاتهم طوثيسة سنين شميني كظهر أمي. شو المعنى يس حرمض في اللي ما كنت حرمي ما في اللي وقيل المنايس قالوا راه ولا قولي الهارة يما استحرمي ثم تطيس تحرمي مانا مي خلظن فماض جاهلية. هذا شو الجاهلية شو وقرنك العلماء الجاهلية ليست مرحلة تاريخية انتهت ولكن الجاهلية أوصاف موضوعية تتكرر في كل زمان وفي كل مكان. المعنى بوال إن إكمار دين الجاهلية ماشي ديوز لا بيريود دي ليستوار صدرات كفا ألور كي تقول عنتر بن شداد يعاش الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم يساد ذي الإسلام ذي الوقت من الجاهلية انشر الإسلام كشمل غاشي الإسلام ذا الجاهلية الصفات أبو جهل إلا زيش إلا ثورة أبو لهب سنما أبو لهب هذا هو ربنا مقرأ مساكين إلا أباء الجهل وأباء اللهب كثر في كل زمن وفي كل مكان. الصفة ما إلا يوني يطبع إذبع طبيعا أبو جهل ألور ممثل أبو جهل يوني يطبع طبيعا أبي لهب كيف كيف سي بور سا شرع النغ ربي سبحانه يستعمل كلمة الظهار في القرآن الكريم يبوي داول استخدام مزيش مرسيني أنت عليا كظهر أمي. الله يثمثن دعوك ذا حرام ثم تثت ثور أتي ثور ورقزيس مرسيني شميني ثحرمض ثوري قل لي ولكن خطي لأنه قد تقلن ثحرم خاشي قرم ثحرم أرسا ما زال مذان يقرم ثحرم أولاقي يسعى الخيط ديريكت 15 قرن الدفير وقد كان أساقي دمي طروي يغال مار شارير 15 القرون إردفير يقيم الحرم. أو رئيث مثل أو هارب الإنسان يفيتي قاع للترماقي يفيتي كل مصطلحات قلي أنه ضرر أول المرأة ثانيا لا يجوز شرعا. أيوة واللي فعلوا عنده إثم كبير وعنده طريقة الكفارة أيضا فيه كفارة. أضر جيم الندبة الظهار جيم الإيلاء الإيلاء وجنوع آخر من الظلم. ذا شو المعنى يس الإيلاء؟ أن الرجل يحلف
ألا يعاشر زوجته مدة 4 شهور أو أكثر. ألو راه ذيك قال ورقازيس ورقازيس مطوفيس أسيني جامك مقرضو، يقوله يستعمل لفظ الجلالة هذيك قال سيدي ربي باش شوية تقرب لها مطوفيس. وكذا غوري جوزالة ما يخدميث أولا يسعى لاثم في السنة يسعى الكفارة. مثلا نعطيكم في سورة البقرة هي اللي شرحناها في تفسير الدرس اللي فات، الآية 227-227 من سورة البقرة: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. باختصار إذا كان الراجل حلف يقول لنا اسم نقرب زوجتي ذاكيني ساعة كترموها فلما إلا يغال الغرس خلال كترموها ذاك شار يخدم يكفر عن اليمين ينس أماكن يحنث أم شار يكفر عن اليمين أذي روح سورة المائدة الآية 89 ثنياس برامير مو ماشي كيخدم لي مثلا ديريكت تترواج ولا لا ثم زوروا إطعام 10 مساكين إلى قضي الشيك 10 إجليلا نغمولا شثني السلس من أوسط ما تطعمون أهليكم كما قال القرآن نغمولا شعتق الرقابة فإن لم تجد هكذا تقول الآية ما إلا أولي فارا أولي زميرا لا ذينا أذي روح الترواجور أذي يظن 3 أيام إما متتابعات أو متفرقات أذي يظن 3 أيام إما تنتيس دوكل تذفرثة وذفروة نغث انتي فرق ان كل سمانة ذي يوزم يون واسنة سمانة ذي يوزم يومين ذبرق الروس لسونسيال يسعى ترواجور فما يثمثن صفي وين ريقلن في ثمطوثيس باشو تقري فارا ما إلا يغى الغرس قبل اللي كترموها ذا شو قلق قد يخدم يكفر على اليمين سما كسلا ما إلا بغنت كترموها هات سان المحنثة مقران ذاقي عند كثير من علماء وعلى رأسهم علماء الأحناف قالوا بمجرد انتهاء 4 شهور طلاق ثفرة أدور ستادريون ما إلا يخدم الشياقي أعدنت كترموا ثم طوثي استحرم فلاس أي لا يونكيني كيني تقلق توجور المقلاف ثلاكا سوى انتساد أو رئيث مثل وقيد الشرع وكل من خدم الحلقات أجي ما كنت داري الدرس مزوارو خطر إلى قانسين سعر ذي القانون قرنك قاعدة لا عذر لمن جاء القانون وكذا القانون ذي الكود بينال مثلا القوانين الدنيا كامل أرسي ضر لا ذر مرسين ذا القانون أسيم دبر راسك دبر راسك خالفت القانون تخلص العقوبة المقررة ما ذي الشريعة صفية والشريعة كيف كيف إلى قانسكس إلى قانسين ثمسني يجي ماشي كان إلى قل ما ذهونا كان يغرانا كأكن من لغي لقني السين سرتو أين يعنان لمراقفة مهدرة كيثمثن نحو جيثياك لانت بعض الأحكام الشرعية بلك الإنسان ما يحتاجهاش ولكن قضايا الأسرة هذه بالسيف عليه خطر عايش في أسرة ممكن يكون عازب راه عايش في أسرة يعرف على الأقلبي ينصح ربما المخطئين إلى قذي السين هذه سعو الباجاج هذه سعو المعرفة دقوين ومسلا سي بورسا ما إلا عدنت 4 شهور طبقا للمذهب الحنفي وكثير من العلماء الآخرين في الفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبه خلاص طلاق ألور صفي العلاقة لن يرسن ذيان كل شيء روح لن بعض العلماء منهم علماء الشافعية نند المرأة ترفع أمرها إلى القاضي والقاضي يطلب منه إما الفيء يرجع وإما القاضي يوقع الطلاق وطلاقه واقع على البينونة واقع على معنى طلاق بائن لأن بعض العلماء يستخفن شوية هنا إيش نومي بظن كتر موا ثالوفتة تسوض القاضي إلا كتسوض القاضي نا تسوض الشيخ الجامع تسوض الإمام تسوض المفتي أتسوض إلا كتسوض ذي ناس يتغرضنا مولاش بقوة الشريعة تروح الله سيبور سيث مثلا لازم الإنسان يحذر في هذه المسائل.
ايوه صافي. ند ثالثا عدم الظلم. ند الصوره الاولى للظلم الضرر والتعدي، جبنا ايه لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ب ند الظهار. جيم ند الايلاء، اثن فهميت مثلا الايلاء. دال عدم العدل عند التعدد، يعني ما يونس عن يخدم لا بوليغامي يزوج تمطوطي السناف ذاك الشرعي ناياس يجب ان تعدل بين زوجاتك او بين زوجتيك الشراك ذا يقول الور. معناتها اذا كان الزوج عنده زوجتين لازم يعدل. ربي سبحانه يقول فلا تميلوا كل الميل، معناه يكون عنده زوج زوجات يميل وحده بزاف يسوي سنه اللي ماليوش بزاف اناك ربي. فلا تميلوا كل الميل، شوف القران ما معنى هذه الايه بمفهوم المخالفه. بعض الميل جائز صح يونس على سنه تلاوي ازمر في مال ريوث اشثر ديجا يون ذا الدرياس ذا الراويس ازمر في مال ريون اكثر. ادور الشرع لوجيك انك فلا تميل كل الميل وتمال زف 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 المديفان فما علاه. فلا تميل كل الميل فتذروها، يعني هذيك الثانيه فتذروها كالمعلقه في السنة تكوي في مانيس أتحول فوا ماكن تتوعلق يريني تمورث أورث اللي تمطو في ساعة نزر فاني في ساعة الحقوقي نس كامل أورث اللي ثبرا أكثر يكون مقار فريغة دفانغ فريغة السعوغ مقار حريينو. والآية كي جاءت في سورة النساء الآية 129 ثريت مثلا تسيقى ذاكي إذا ربعا الصور نظلم. رابعا زيارة أهليها من المحارم بالمعروف دو بوان. حقها باش اتزوري مولانيس اتي تزورني مولانيس اتي تزور لافاميس اتزور لافاميس داش. ولكن المحارم مع المحارم باباس يماس خالتس خاليس عميس جماس جديس وكذا كيما قرا المحارم ميس عميس ميس خالتس لا ماشي من المحارم وكذا خاطر يجوز اتزوجي السم. الور ما ديني الشرع المحارم على الوكا ذاكي قرضني ذامني سيم قران ماشي ويض تزورون على خاطي ويض غاس تزورن بحضور الباقي باقي العائله مفهوم كاين دي ديطاي على كل حال بون. ولكن الشرع انك بالمعروف على بالكم علاه لكي لا تتحول الزيارات الى معول هدم خاطر زمر الزياره تاكا خدم انت اخسر دكخام اما كنت دني راسني وقال نفسي داسي نغلب بس دني لكني مثلا توشل تين فامي اسيولي ورقازي السنه يرقاز السنه يا ود يا زيض باسكو يسد فاليما صافا وسندي ظلال مرحبا ازكاين السنه يرقاز ثان دغمي مساكي يسد عمي يا عمي كنت متوثيس معليش انت ساي تخون كيسير داخله تبعوا معايا لي سونتيمون سيو ثيوث سلا زكاين السيد الخالي الله هادي ساو الخالي شحال يقول يوسف ثاني بالضبط مرحبا خالي. من بعد جديس ويني فغاني ساعه دي رونديفو مع الطبيب ادياس ما يسالي كونسلتاسيون ثلاث فيرتا الى قد يقيم خمس ايام ست ايام امك تروح بزاف سي ترو صافا دي النير تزادن مقل كان ولي الشرع لوجيك ان شويري لا قارن كثرت الزيارات الما غركز مطوثني وساين لك الاحوال الشخصيه اوكي مارجي منسن توجور خام يا عمر ثقي الشرع غاسل انت امور حساسه من نثنتيت يا اخي نغاو نديو نواس ادي صوره هي وسخان ها ذي الوقف ولا قرا كي دي زور نكوني بيس كون تطبيق على الشريعه نتصحين زعما نطر بارونتيز هاك الشماد غاسك شقرا كالميده مي شرعيناش وان قال لكم ارجعوا فرجعوا صالة ما جزح لو كان جماتنا كيفاش نروح هذا نزور وجهي سير انت ما يسن الشريعه كيفاش نسن الشريعه ما نستبطب الدينو غالف بالك لو قلت يسوع ذا يسعى شغل يفغى في الطاس يسعى ثالوث بخامي يسعى الاجتماع يسعى كيفاش نورمالمون نغال خاطر الايه ثلاث وان قال لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم نروح نكوني لاباس نطبق الايه يرنا ربي يرنا بالتزكيه شوف لا ما شاء الله إما إلا نكيل الشريعة ولاش أديني كانو غالث روتور لونفاير نكيل كان مشاور كوفريد
والله راني عداني فاف ما نوغ على كيد نزور ان كوبيا كلي رولاسيون هي راهي نكوني زعما قضاضي الحق نحكو زعما ماشي يخدم واكي نروح يا الريغد في تبورت تاكي زعما واكي ذي مدوكال تاكي ذي المحبه هذا مسكين الظلم في الناس ونتا في الحق هذا نكوني كظلمنا نتوري ظلمارا تيطبق الايه نكوني نبيضا لاوتور الايه نكوني ثوري ثماثن بارمي الامور لازم ننصحوا بعضنا البعض لازم نرتقيوا الى مستوى النص نجتهد شويه كا باش انا لي لاوتور ماشي القران وساولس نقار صبد نكونوا نسالي راه صافي المعنى يثمت عميق مي بنقطه كي دني غاكا المحارم غاس حساسه مي كي الشرع قرنا شي نقول لك سيدي وتعرف قدرك ماشي معنى واحد يمنع الزياره يكون داغ اكستريميست اشيني وابو انت تزوجتي خلاص شملي جوجل بقى على خير مولاني لا هذا مرفوض وهذا مرفوض وكذلك جعلناكم أمة وسطا هذه هي إذن مثلا تجد المقصود زيارة أهلها من المحارم بالمعروف ثورا خامسا وقيد الحقا قارون تمطوثا التصرف في مالها يعني الشرع يهضرت فيما يسمى استقلالية الذمة المالية استقلالية الذمة المالية أرجاز ماذا من هضرت بلي الميراث أرجاز هذه ورتم توثيس تم توثيس وضع أرجازيس ذا شو المعنى صف دير الزمر تم توثيس سعو الزمر أرجاز هذه سعو أكاركم معايا في الخط طيب نقطة قلت حواج ساعة ونص بكل صراحة ولا كده فشا كان شطح ذا شا الدينيغ باختصار لي سورس انتم التوثيس سعو الشي ساعة بلوزيور بار اكزومبل يموت فافاس ثورثد 100 مليون كان 100 مليون ديال الميراث شفو ياسا يا رجال شفو ياس 100 مليون من بعد كاش نهار عمي سيف كاس 40 مليون هديه دوناسيون هبه كادو يناسك 140 مليون 940 مليون من بعد جدي سي وصاياس جاست تيستامون 200 مليون صافي وصيه صافي سنه 340 مليون شويه سيدي وكذا كينس او ميم طون ساعة الخدمة اتخدم ساعة لا باي شفوث صافي تروا سورس ليريتاج دوناسيون تيستامون الميراث الهدية الوصية وكذا كي ساعة 340 مليون ويس ربعة لا باي ذا شو الجواب ما 340 مليون ساعة بلان بوفوار تتصرف في مالها تبغى تخدم الشركات البراق الروس تبغى تنتفك هدية تبغى تبنو الجامعة البراق الروس هي حرة وستلا صدارة سقدر انك اذا مضبار في كيد ما عندكش حق من ناحية الشرعية ماشي العرفية ماذا لطاو اذي لي ووال لطايني فر تبعني مليح سيفريد نزيد يبوي لطاي مثف الصباح تروح تخدم ثغاب فرق جوين سبعة سبعة ونص اثروح تاخد دام تاس كامل اداس تمديث ديقوتين تايا ارقزني مسكينس كامل ما يفغى دي فطر دي فطر دي ريستوران دي قيمي اللاز اخمني ضاع الدرياني يون دي لالوريس يون ثغل جارة واغوثان ديهن مزربعاك الدعوة ميدو ستمديث بركة كثيني عونين كاقلي عيغ كشلا خدام كلا خدام اديسهم داكل إيش الله الله انتي ضمعته والسخام أسين الله غالب كيوا القهوة كيوا القهوة كيوا القرقوتي أتشرك أسكروت مي من نفسين كشي تحلفظ باللي يروحك شوية ولا لا لا إيه هو إذا رفيقي كذا مدى كل شيء شحال قلت ولا ضارة يوسى ذاك يزور تبوت ما عليك دي جوليك أو عام المرأة يجي عام المرأة يجي فيه سي بون وإن كانوا ترطونتز عام المرأة فيه كلام فيه كلام جماعة الخير هل ترى مباح يجوز هل ترى مكروه هل ترى مندوب هل ترى حرام هل ترى تصن تفاصيل قلنا ولكن الأصل فيه الإباحة عمل الرجل واجب وعمل المرأة مباح يعني بوريزو مذوقي أرجز باش يخدم واجب ثم تطلب باش تخدم مباح مباح وبعدين سكا باركا ثلاثة غلط الور لا باي استنيض كيني جيرسي الحقيو
الور كميني اتجد ذي الحقيم ذي لابي انش تجيغ انكيني ذي الحقيم نغ ايني يضاعا سي الحقيم ام يضيع سي لابي وذا قيزالا سي كاباركا الا وان دا ديني نص نص سار دو مليون ام مليون اتوا مليون يوخام الا وان دا دو تيير يوخام ان تيير انتاف ما تتاغ بار اكزومبل 900,000 اخا مد في 600,000 والكازيس 300,000 نتاف ذا كيسيكا باركا وهذا هو الراي الفقهي في المساله ثلاث مثلا نفك الحقوق نتمطوث